السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. الأمر الآخر الذي هو من أسس الخطاب الديني بعد الأمور المعنوية والبكاء والأحكام الشرعية، التاريخ يعتمد عليه الخطاب الديني كثيرا، ينقل لك كذا فعل المعصوم. طبعا فعل المعصوم وتقريره ما منها ما نتنازل عنه، كل ما يفعله نفعله نتأسى به، نقطة راس سطر خلاص، بعد ما حد يقول لك غير هذا الشيء. بس لا تركز على الأمور التاريخية اللي بها صراعات وطائفية وحزبية وما شابه ذلك. 24 ساعة فلان كتل فلان وفلان كتل فلان، ابتعد عن هذه الأساليب لكي يتقبل الآخرين خطابه. مو 24 ساعة تشتم، هم نفسهم الأئمة ما شتموا أعدائهم، بل والذين شتموا أعدائهم من أصحابهم نهوهم عن ذلك بعد. فأنت تفعل شيء منهي عنه من قبل المعصوم سلام الله عليهم، أنت إذن عاصي للمعصوم. إذن لا تروح تحكي على فقط الدواعش العصاة للمعصومين، أنت عاصي للمعصوم. لو أتوافق مع قول المعصوم، لو ألتحق بداعش وما داعش والعصاة والمنحرفين. التاريخ يحتوي على كم هائل من الحكم والنصائح، كلها أعوفها واتركها واتناساها وأنساها بس أجل الخلافية فقط منها. هذا خطاب تحريضي مرفوض 100%. ركز على المشتركات واترك الخلافيات. خلاصة الكلام، تبين لنا إلى الآن أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وكذا كل أئمتنا وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا شك في لين ورأفة ورحمة وعطف في جانب مع من يستحق، وفي جانب آخر كانوا أشداء على الكفار، كانوا أغلاظا على المنافقين، بلغ من غلظتهم أنهم سبوا أعداء الله، لعنوهم، طعنوا في أعراضهم، كشفوا مثالبهم، أهانوهم، أهانوا كراماتهم، شجعوا وحرضوا على النيل منهم. لماذا؟ لأن في ذلك تطهيرا للأمة الإسلامية من الاغترار بهؤلاء والتأثر بهؤلاء. وبناء على هذا أفتى فقهاؤنا العظام بجواز بل استحباب وفي بعض الفروض وجوب أن يسلك الإنسان المؤمن هذا المسلك. تطعن حتى في الأعراض بما هو حق، بما هو واقع. أنت لما تقول معاوية ابن زنا أنت ما تقول باطل، أنت تقول حق. لما تقول عمر ابن زنا ما تقول باطل، تقول حق أنت. لما تقول عائشة زانية ما تقول باطل، تقول حق بناء على ما جاءك من أهل البيت عليهم السلام أو من ثقاتهم أو من مصادر التاريخ بشكل عام. أحد فقهائنا الكبار العظام الذي يلقب بالمحقق الثاني عليه الرحمة والرضوان، المحقق الكركي عالم زمانه، يفتي بذلك وعليه مضى الفقهاء. المحقق الكركي يقول في رسائله في المجلد الثاني الصفحة 46، التفتوا جيدا، يقول بالنص: من كان عدوا لأهل البيت عليهم السلام فلا حرج
في ذكر معايبهم وقبائحهم والقدح في أنسابهم وأعراضهم بما هو صحيح مطابق للواقع تصريحا وتعريضا، كما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام يستدل، وما صدر من أبي محمد الحسن صلوات الله عليه في مجلس معاوية لعنه الله في ذكره لمعايبه ومعايب عمرو بن العاص والوليد بن المغيرة وأمثالهم عليهم أجمعين من اللعن ما لا يحصى إلى يوم الدين. هاي الرواية اللي مرت معنا، شلون الإمام عليه السلام طعن وقدح في أنسابهم وأعراضهم. هذا يستدل به المحقق الكركي. وهنالك مواقف ترى لأمير المؤمنين عليه السلام أشد وأحد. أنا صراحة في آخر لحظة ترددت ما جبت، كان في بالي أجيب رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، بس شفت الوضع العام ما يسمح أقول هاي الرواية، والألفاظ اللي استعملها أمير المؤمنين عليه السلام إلى الآن أشوف يعني المجتمع خاصة بث مباشر وكذا يمكن ما نضج، فقلت شوية نسوي تقية يعني خفيفة شوية شوية هالشكل، بعدين اللي يريد يسألني بعدين يسألني عنها. يعني الصدق هذا موجود. أنا أتعجب من بعض الناس حقيقة، إما يستحمقون أنفس أمهم حمقى، حمقى أخوة هواية عندنا ما شاء الله، معممين حمقى هواية، الله لا يكثرهم، هواية موجود، يستحمق نفسه هو هم أحمق، يستحمق الناس، يقول لا ما كان من أخلاق أمتنا الطعن في الأعراض والسب والشتم واللعن والما أدري شنو كذا، هذا مو من أخلاق أمتنا، ما كان يفعلون هكذا. والله لا قاري لا فاهم لا أصلا ما قاري كلام الفقهاء، حتى فقهاء يستدلون بها. وأنا جايب لك بس نموذج المحقق الكركي في ختام الكلام، ما عندنا وقت، نموذج واحد صريح الكلام، فتوى هذه يقول لك ماكو إشكال، لا حرج في ذكر معايبهم وقبائحهم والقدح في أنسابهم وأعراضهم، ويقول مثل ما سوى أمير المؤمنين ومثل ما سوى أبو محمد الحسن في مجلس معاوية، يقول ولا حرج في تكرار ذلك، كرر امشي ضوء خط أخضر إليك، والإكثار منه في المجالس لتنفير الناس عنهم. انت ليش دا تسوي كل هذا؟ شنو قلت رحنا دا نسوي؟ احنا حتى ننفر المسلمين عن هؤلاء، يعرفون خياسهم، يعرفون انهم معادن الأبن، بعدين روح فسروا شنو معنى معادن الأبن، يعرفون اصولهم منابتهم الفاسدة واحوالهم الخبيثة، فالناس لما يعرف حقيقة هؤلاء يتنفر منهم. ولا حرج في تكرار ذلك والإكثار منه في المجالس لتنفير الناس منهم وتطهير قلوب الخلق من الاعتقاد بهم والموالاة لهم بحيث يبرؤون منهم. هذا كله نعمله نتحمل الصدمات من أجل ماذا؟ أن الأمة تستقيم في عقيدتها فتبرأ من هؤلاء الملاعين، هؤلاء أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.